أخوات وتحية متجددة إلى المركز العربي للثقافة والفنون وإلى المنتدى الثقافي في ديربورن بأشخاص القائمين على أنشطتهما المشتركة، والتحية لكم أنتم يا من ترفضون هذه المبادرة الشهرية بعناية حضوركم واهتمامكم. وبعد، فإن المتوقع مني اليوم أن أفي بواجب كبير في عجالة من الوقت، وهو الإضاءة على ثلة من الشعراء العامليين لهم في الذاكرة حيز لم تمحه غير الزمان ولا طوارق الحدثان على مساحة أوطاننا العربية من محيطها إلى الخليج، وعلى وجه أخص في تلك البقعة الجغرافية من وطننا اللبناني المدموغة تاريخيا باسم جبل عامل ومعادلها الإداري المعاصر محافظتان كبرتان من محافظات لبنان، عنيت بهما محافظة النبطية ومحافظة الجنوب. هذا الجبل، جبل عامل، الذي جرى عليه القول المأثور إن تحت كل حجر فيه قصيدة، إن تحت كل حجر فيه قصيدة شعر، ولا تخلو قرية من قراه أو دسكرة من دساكره من شاعر أو أكثر. ففي عجالة هذه المحاضرة سوف أحاول تسليط الضوء كما أسلفت على ثلة من الشعراء مع تركيز خاص على شاعر فذ وموهوب لم يعطى الكثير من حقه وغيبه الموت في ريعان الشباب، لكن رصيده من الشعر فاض عن عمره أيما فيض، عنيت به الشاعر الراحل المرحوم حسين علي صعب ابن مدينة بنت جبيل، الذي غادرنا في العام 1973 عن 36 عاما، وقد عملت عائلته، زوجته المربية الأستاذة سفنة بيضون وأولاده وبناته على جمع قصائده أو جلها في ديوان بمؤازرة من الشاعر الكبير واللغوي القدير الدكتور يحيى شامي صنو الشاعر الراحل وعشير فتوته وشبابه. أختار بداية أن أختار في التعريف عن شاعرنا بالاستعانة من شطر من مقدمة الديوان التي نصها الشاعر يحيى شامي، إذ كتب ما يلي: لو أن صاحبي هذا، عن الشاعر الراحل حسين صعب، لو أن صاحبي هذا على قيد الحياة الآن لكان في اعتقادي في الطليعة من الشعراء، ولأزرى ربما بالعديد من الأسماء، أسماء الذين يتصدرون اليوم تمثيل ما يعرف بشعر الحداثة، وإن هم في جلهم إلا عيال على من كان السابق المجلي في هذا الميدان، من ألقت ربة الشعر إليه بمقاليدها، عنيت تحديداً بدر شاكر السياب حامل لواء الشعر إلى الأفيح الأرحب من فضاءات هذا الكون الشعري الذي راحت تتكون ملامحه شيئاً فشيئاً في مطلع الخمسينيات على حساب ما كان يعرف بالمدرسة الرومنطيقية أو الرمزية التي بلغت أوج مداها زمن بين الحربين.
وشاعرنا الراحل أبو رمزي صعب هو واحد من أبرز شعراء الخمسينيات والستينيات. كان رحمه الله أحد المربين في مجتمعنا الجنوبي، وكان لي شخصياً شرف التتلمذ على يديه حينما كان أستاذاً لمادة الأدب العربي في ثانوية بنت جبيل الرسمية قبل وفاته بسنة واحدة. عروبي الهوى كان شاعرنا، تصدح قصائده بالفخار بمنجزات الشعوب حينا وألم الإحباطات أحيانا، من جبل عامل إلى أقاصي العراق واليمن السعيد والجزائر، امتدت قصائد الشاعر جسرا للعابرين إلى مطارح الأحداث وحداءات ثورية مواكبة للمناسبات الوطنية والقومية. كان في 19 من عمره عندما اعتلى منبر الجمعية الخطابية في مدينة صور عام 1955، وألقى قصيدته المعنونة شعلة الفجر ومطلعها. تخيلوا ابن 19 سنة. تصدع الظلم فانجابت غياهبنا، وحققت شعلة الهادي أمانينا، ورددت شهب الأفلاك ما نقلت يوم الكريهة بالأبطال أيدينا، سارت إلى المجد لا تخشى جحافلنا، تبنى على الدهر ما شاءت مبانينا، تأبى على العرب أن تبقى مواقعها، أن تبقى بواقعها، نعلي مقام النهى والعز يعلينا، ونجتني من ركاب الشعب عاصفة هوجاء تحني عروش المستبدين. ويبرع الشاعر في تحويل آلامه الجسدية والنفسية إلى لوحة شعرية ناطقة بالوجد والخيال، تتراقص فيها مفردات القصيدة بانسجام وانسياب، ويجعل لها عنوانا سيزيف، ذاك الذي حكمت عليه الآلهة في الأسطورة ألا يفارق صخرة العذاب الأبدي. يقول: لا نجم في الليل الحزين أضاء، فإلام أحلم بالشروق مساء، قدر يخط لي المصير وقد قضى، ألا أفارق صخرة السوداء، تهوي إلى القاع الرهيب وليتها عند السقوط تحطمت أشلاء، لكنها صماء تثقل كاهلي، وبها سأبلغ قمة شماء، ما بين زحفي للذرى وتحدري، عمري يضيع تفاهة وعناء، يا صخرة ناء الفؤاد بثقلها، تركت عليه جراحها الحمراء، إلى أن يختم قائلا: بيني وبينك في السرير مفازة سوداء تبلغ خطوة الرعفاء، شلت برجلي الحياة فلم أعد أستطيع سيرا أو أطيل بقاء، وتمردت تذرو رياح عواطفي ريح تقول هواك كان غباء. أيها الحضور الكريم، لما كانت حداثة الشعر لا تقاس فقط بالتحرر من التفعيلة التقليدية أو البناء الشعري المرفوع على مداميك الخليل بن أحمد 16، فلكم في هذه الحداثة التي جسدها بالمضامين الشعرية الجديدة سياب العراق ما يردد صداها بغنائية تتغلغل إلى أقاصي الخيال وتلقي رحلها عند نياط القلوب مع الشاعر صعب وهو يصف موت طفلة في بيت بائس معدم.
ومزق العويل والبكاء حواشي السكون، وانهمر الدموع من عينها من قلبها الكثير، نقية سخية كأنها الشموع، سكينة مسكينة قريبة الشقية، غريبة فقيرة حزينة، رغم الرؤى دفينة، وابنتها الوحيدة الصغيرة في لوعة محمومة مثيرة تصارع المنون. وعبر أمواج الظلام الموحش العميق، في أبحر من الهموم ما لها قرار، في ذلك البيت العتيق حيث العناكب والشقاء تحوم حول النادبين، وحيث أفواه الغناء تشرب الضياء وتسرع النهار، مفجع والدها الغريق يجثو على صدر السرير، زوجته بقربه باكية تنوح بدمعها الغزير، يا طفلتي كم ليلة أحييتها دون غذاء، يا إلهي إننا عري جياع، ليتنا كنا نكون في بلاد تسكب الخير العميم، غرباء شرفاء في متاهات الليالي والضياع، نحصد الأشواك في عمق الصحاري، ونقيم في ظلام الموت في كهف الهوان، نشتهي قطعة الخبز وأطباق الطعام، عامرا بالثورة منشدا لأحرار العرب، أناشيد المجد من بغداد إلى الجزائر، ومن الموصل إلى صنعاء، يخاطب الجزائر وشعبها وأرضها.